السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب ومقال للكاتب جاسم الحلفي بعنوان ومتى شغل سعر الرغيف بال المتنفذين. يقول الكاتب في العراق ليس سعر رغيف الخبز هو ما يشغل بال المتنفذين، إنما هو التشبث بمقود السلطة واستمرار تربعهم على كراسيها. صعوبة الحصول على رغيف الخبز إنما تعبر بوضوح شديد عن قضية كرامة ملايين العراقيين المرميين تحت خط الفقر، والذين يكتوون بلهيب شمس الصيف الحارقة الذي يضاعفه سقوف صفيح بيوتهم المتهاوية التي تغرق في أوحال الشتاء القارس. ونحن مثل عامة الناس ندرك أن وراء ارتفاع أسعار قوت الفقراء المتمثل بالرغيف ارتفاع أسعار الطحين وضعف الرقابة وشحة الدعم الحكومي وجشع المحتكرين، فكيف للمتنفذين اللاهثين وراء مصالحهم أن يدركوا ذلك؟ إن ارتفاع سعر رغيف الخبز وعدم الإفصاح عن أسبابه الحقيقية إنما يعكس عدم اكتراث طغمة الحكم بمعيشة الناس، ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال انتفاء تلك الأسباب. وسيبقى سؤال ارتفاع سعر الخبز محيراً للمتنفذين يوم يواجههم المحرومون والمظلومون، عاجلاً أم آجلاً بثورة سلمية عنوانها الأساسي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. نعم، ليس سعر رغيف الخبز ما يشغل بال المتنفذين، إنما هو التشبث بمقود السلطة واستمرار تربعهم على كراسيها. كما أن الخبز وسعره ليسا وحدهما ما يجهله المتنفذون أو يغضون الطرف عنه، فهناك مثلهما قضايا أخرى مهمة لها علاقة بمصير البلد ومستقبله وسيادته وحرمة أراضيه. وليس مستغرباً أن يزعم أحدهم أن حدودنا مؤمنة وسالمة. ومن صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالاً للكاتبة نادية عبد الغفور بعنوان الواسطات تسرق أحلام الفقراء. من المشاكل الشائعة في العراق البطالة وعدم الحصول على الوظائف والتعيينات بشكل نزيه، حيث يتم تعريض المتقدمين لعمليات غير مشروعة وغير أخلاقية للحصول على الوظيفة المرغوبة، سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو الحكومي. ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتحديات التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد في البلد. تتضمن تلك المنافسات عدة أشكال وصور، من بينها التزوير والرشوة والمحسوبية والتحيز والتمييز. ويعتبر التزوير من أكثر الأشكال انتشاراً، حيث يتم تزوير الوثائق والشهادات الأكاديمية والمهنية للمتقدمين للوظائف، وهذا يعطيهم فرصة أكبر للفوز بالوظيفة. كما يتم استخدام الرشوة والمحسوبية لصالح شخص محدد، حيث يتم تقديم المال أو الهدايا للمسؤولين عن عملية الانتقاء، وبذلك يتم تفضيل المتقدم الذي يتلقى الرشوة على حساب المتقدمين الآخرين، ويتم اتخاذ القرار النهائي بناء على ذلك، حيث يتم اختيار المتقدمين بناء على المناصب العائلية أو العرقية أو الدينية، بدلا من الاعتماد على المهارات والخبرات الفعلية للمتقدمين، مما يشجع على الفساد والفوضى وتضييع الفرص المتاحة للأشخاص الذين يستحقون الحصول على الوظائف بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم. وإلى صحيفة العربي الجديد، حيث نقرأ فيها مقالاً للكاتب مروان قبلان يقول فيه بعد 12 عاماً على انطلاق الثورة السورية وتحولها إلى حرب وكالة إقليمية ودولية وساحة تنافس مفتوحة أمام 5 جيوش أجنبية، اتضح في نهاية المطاف أن مصير منطقة شرق الفرات هو ما سيحدد مستقبل الصراع في سوريا وفي أي اتجاه سيذهب.
ورغم أنه كان واضحاً منذ البداية أن هذه المنطقة ستكون بيضة القبان في الصراع الدائر على امتداد الهلال الخصيب، فتختلف روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري أيضاً على كل شيء تقريباً، لكنها تلتقي على هدف إخراج الأمريكيين من المنطقة. ويشكل تفجر الصراع بين العشائر العربية والميليشيات الكردية فرصة مهمة لتحقيق ذلك. سبق أن أطلق مهتمون بالشأن السوري على مناطق الكثافة السكانية العالية الواقعة غرب سوريا اسم سوريا المفيدة، لكن المفيدة في سوريا حقاً كانت تلك المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات بين نقطة دخوله الأراضي السورية من تركيا في جرابلس شمالاً وصولاً إلى نقطة خروجه منها في البوكمال على الحدود مع العراق جنوباً. تتركز في تلك المنطقة أكثر ثروات سوريا الطبيعية من نفط وغاز وموارد مائية وأراض زراعية خصبة، سلة الغذاء والكساء، القمح والقطن، والتي يصعب على أي سلطة سلطات واقعة غرب النهر الاستمرار بمعزل عنها، وهو ما تدل عليه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها مناطق سيطرة النظام والمعارضة على السواء. لكن الأهم من ذلك الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة، والتي لم تبذل الولايات المتحدة اهتماماً بغيرها في أثناء سنوات الصراع على سوريا، فقد تدخلت واشنطن في بداية الأمر لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية منها عبر إنشاء ودعم قوات سوريا الديمقراطية. تناول معهد الشرق الأوسط في دراسة للباحث غريغوري ووترز الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة دير الزور السورية، حيث رأى أن سنوات من التوترات المتصاعدة انفجرت بينما تسمى قوات سوريا الديمقراطية والسكان المحليين في شمال شرق البلاد، وتحولت إلى معارك في معظم أنحاء دير الزور. ويقول الكاتب: المعارك الحالية هي بمثابة رفض لنظام قوات سوريا الديمقراطية برمته كما تم استخدامه في دير الزور، وليس فقط القيادة الكردية. يجب أن ينتهي القتال، لكن لا يمكن أن نتوقع من سكان دير الزور قبول الظروف التي أدت إلى هذا الوضع في المقام الأول، وهذا يترك الولايات المتحدة والتحالف الدولي في موقف حساس. ليست قضية بسيطة تتمثل في غضب العرب من الحكم الكردي، على الرغم من أن المظالم المذكورة أعلاه قد يتم التعبير عنها في كثير من الأحيان باستخدام الخطاب الطائفي. بعد تزايد التقارير عن الهجمات العشوائية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية وتزايد القتلى بين المدنيين، بدأت تتشكل تعبئة أوسع للمقاتلين من العشائر. ويبدو أن القصص التي وردت من قريتي عزبة وضمان على وجه الخصوص كان لها صدى عميقا في جميع أنحاء المنطقة. القوات الخاصة الكردية التي دربتها القوات المسلحة الأمريكية قتلت أسرة مكونة من 4 أفراد انتقاما لمقتل 8 جنود وقائدهم الكردي. هذه المظالم موثقة جيدا وتعود إلى سنوات مضت، وهي متجذرة في الممارسات التعسفية والاستغلالية من قبل كل من القيادة الكردية والعديد من قادة قوات سوريا الديمقراطية العربية الذين يدعمونهم. وعمليات القتل التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية واعتقال المدنيين الأبرياء والافتقار العام إلى الحماية ضد هجمات تنظيم الدولة والاغتيالات التي تستهدف المدنيين والقادة المحليين والإهمال لاقتصاد المنطقة وخدماتها. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً عن رستم عميروف الذي من المقرر أن يصبح وزير الدفاع الجديد لأوكرانيا. أقالت الصحيفة إن عميروف هو عضو بارز في مجتمع تتار القرم الذي مثل بلاده في المفاوضات الحساسة مع روسيا. ومنذ ضم شبه الجزيرة في عام 2014 اضطهدت روسيا تتار شبه جزيرة القرم المسلمين الذين يمثلون بين 12 إلى 15% من سكانها البالغ عددهم 2 مليون نسمة.
وتشير مصادر وزارة الدفاع إلى أن تعيين عاميروف يعد إشارة واضحة على أن كييف عازمة على طرد روسيا وقواتها المحتلة من شبه جزيرة القرم. لفتت الغارديان إلى أن عاميروف وهو مسلم قال لموقع الأخبار الأردني عمان نت في مقابلة أجريت معه العام الماضي: اخترع الدعاة الروس رواية تقسيم الأمة الأوكرانية إلى عرقيات لتبرير أعمالهم العسكرية على أراضي بلدنا. نحن لا نشعر بأي شوفينية أو كراهية للإسلام في أوكرانيا فيما يتعلق بعرقنا أو ديننا. وبحسب الغارديان على النقيض تماماً من ريزنيكوف، لا يرتبط عاميروف 41 عاماً بأي فضائح، وقال مصدر في كييف إنه شخص لا يعاني من أي مشكلة. ومن المعروف أيضاً أن لديه علاقات شخصية وثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشريك الإقليمي الحيوي لأوكرانيا ومع المملكة العربية السعودية. كان تتار القرم في يوم من الأيام أكبر مجموعة عرقية في شبه جزيرة القرم، وقد اضطهدهم الحكام المتعاقبون في موسكو بدءا من كاثرين العظيمة في أواخر القرن 18 وحتى ستالين الذي أمر في عام 1944 بترحيل جميع السكان التتار. وبعد استيلاء فلاديمير بوتين بشكل غير قانوني على شبه جزيرة القرم استؤنفت مضايقات التتار واعتقالاتهم واختفاؤهم. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية فجر الثلاثاء مخيم نور الشمس بالضفة الغربية وأخرجت شوارعه ومحله التجارية عن الخدمة في عملية استمرت أكثر من 3 ساعات. تبدو الصورة في الميدان الرئيس وسط مخيم نور الشمس أشبه ما تكون بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الذي شهد عملية عسكرية مطلع يوليو تموز الماضي. وفي ميدان المخيم دمرت القوات الإسرائيلية البنية التحتية بشكل كامل وفجرت محال تجارية ومركز خدمات، ووصل الدمار إلى المدخل الرئيس لمدينة طول كرم.
من خلال إعادة تدوير نفايات البلاستيك والنايلون، يقوم رجل الأعمال التركي يوسف أوزكان بإنتاج الإكسسوارات ومواد الأثاث وتصديرها، ويهدف بهذه الصنعة إلى المساهمة بمبلغ 1,000,000 دولار في اقتصاد بلاده بحلول نهاية العام الجاري. ودخل أوزكان قطاع الأثاث والإكسسوارات عام 1988 بعد أن عمل مع والده في إنتاج وبيع العلب البلاستيكية نحو 47 عاماً، ويقوم حالياً بتصدير منتجات من الأثاث والإكسسوارات إلى 17 دولة حول العالم. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هون موجودين بمالمو بالسويد لحتى نوصل رسالة لأهلنا بالسويدة إنه نحن معكم قلبا وقالبا. الهدف العام هو هاي ثورة لكل السوريين وتأييدها لحراك الجنوب اللي قام في سواء السويداء أو درعا، وحتى نوجه رسالة عامة للعالم كله إنه ما بيمشي الحال السوريين إلا بإسقاط النظام، بإسقاط هذا النظام اللي قاعد على صدورنا صار له 40 سنة. من بين الأصوات المنددة بهذا النظام أصوات الدروز، هذه الأقلية ذات الروح الصلبة، دعواتهم الملحة لرحيل بشار الأسد تضيف عمقا وقوة للمطالبة العامة بالتغيير. السويداء سورية قبل أن تكون جرجية، واللاذقية سورية قبل أن تكون علوية أو سنية أو ما شاكل ذلك من التقسيمات الطائفية التي أرادها النظام لنا لنتقاتل ويبقى هو. نحن هنا لمناصرة السويداء الحرة الأبية التي إذا عدنا إلى تاريخها وجدناه تاريخا تحرريا نضاليا وحدويا مصرا على البقاء جزءا لا يتجزأ من سوريا. وبدنا تشيلوا لا بشروا بهمتنا القوية. سوريا بدها، سوريا بدها. يا من عيش فوق الأرض الكرامي، يا من موت تحت الأرض الكرامي. وبهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.